تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 24 صفحة 89. أولا، لنبين أنه لكل عدد حقيقي تي تي أس 2 ناقص 4 تي ناقص 5 تساوي تي زائد 1 عامل تي ناقص 5. إذا نكتبوا التعبير ديالنا تي أس 2 ناقص 4 تي ناقص 5. إذا هنا غادي نحاول نلقى المتطابقة هامة، هنا غنحاول نلقى متطابقة هامة. إذا فيها أ أس 2 هو تي أس 2 وفيها ناقص 4 تي، يعني غتكون المتطابقة هما رقم جوج. غنحاول نبينها، هي جوج في اثنان في تي. إذا هنا باش تعطيني جوج في جوج هي 4، اثنان في تي هنا زائد واحد العدد اللي هو بي أس 2. لاحظوا معي، إذا هنا عندي اثنان ديال المتطابقة هامة واثنان ديال بي، والتي هي هذه تي أس 2. إذا هاد اثنان أس 2 هي اللي غنحط هنا، هي اثنان أس 2. عندي هنا اثنان أس 2 هي 4، إذا هنا خصني نقص واحد العدد باش تبقى الحاصل هو ناقص 5. إذا 4 ناقص 9، غادي نقص 9 باش تبقى في الأخير ناقص 5. إذا هنا هادي هاد الطرف هذا غيعطيني واحد المتطابقة هامة اللي هي رقم جوج. غادي نعملها تي ناقص جوج الكل أس 2 ناقص 9. هاد 9 هي 3 أس 2، وفي التالي غادي نعمل بالمتطابقة هامة رقم 3، هذا كامل أو هذا بي. إذا غتولي تي ناقص 2 عامل أو ناقص 3 الكل عامل تي ناقص 2 زائد 3. الآن هذوك الأقواس الداخلية غادي نحاول نحيدهم. إذا تي ناقص 2 ناقص 3 بين قوسين، وهذه تي ناقص 2 زائد 3، وفي الأخير غنحصل على تي ناقص ناقص هي تي ناقص 5 عامل تي ناقص 2 زائد 3 هي زائد 1. إذا هنا يكفي غير نبدل الأماكن، تي زائد 1 عامل تي ناقص 5 هو التعبير اللي طلبوا منا في الأول. السؤال الموالي، لنحدد جميع الدوال الخطية F التي تحقق لكل عدد حقيقي F دو F دو X تساوي 4 F دو X زائد 5 X. إذن هنا أولا كاين F دالة خطية، لدينا F دالة خطية، إذن بحال التمرين السابق. إذن هنا F دو X كتكتب على شكل A X. إذن هنا شنو غادي نحسب؟ غادي نحسب أنا F دو F دو X، F دو F دو X كتساوي لي A في F دو X، يعني هاد X اللي هنايا حولته ب F دو X. إذن هادي شنو كتساوي؟ F دو X شحال كتساوي؟ A X، يعني غتكون A في هاد F دو X هي A X، A X، وبالتالي غنحصل على A في A هي A أس 2 في X. وهاد F دو F دو X عطاو لي الشرط شنو كتساوي؟ كتساوي لي 4 ديال F دو X زائد شحال؟ زائد 5 X. إذن مازال هاد F دو X كاين التعبير ديالها نعوضها بهي 4 X، يعني عفوا A X. إذن تولي F دو X هي 4 في A X زائد 5 X تساوي A أس 2 X. ومنه الآن غنرجع كل شيء لواحد الطرف، يعني هنا غتبقى لي يبقى لي صفر، ونرجع كل شيء لهيه، غتولي A أس 2 X ناقص 4 A X، هنا زائد تولي لي ناقص، وهاد زائد تولي كذلك ناقص، ناقص 5 X. إذن هنا غادي نحاول نعمل ب X، إذن تولي هنا A أس 2 ناقص 4 ناقص 5 تساوي صفر. هذا راه كاين التعميل ديالو بلا ما نمشي نقلب نعمل عليها، هو هنا غير فقط هاد ا هادي نعوضها بالتي. الا عوضتها بالتي نفس التعميل، نفس التعميل ديالها. اذا في الاخر نحصل على هذا التعميل هذا بشرط ان هاد التي هادي غتولي ا. ومنه اذا هنا اكس غيولي عامل ا زائد واحد عامل ا ناقص 5 نفس التعميل تساوي صفر. اذا هنا كاين جداء منعدم. إذا شنو كاين؟ عندي A زائد واحد تساوي صفر، أو A ناقص خمسة تساوي صفر، أو X تساوي صفر. إذا A كتساوي خمسة، أو A تساوي ناقص واحد، أو X تساوي صفر. حنا هاد X ما غاديش نديو عليه، غادي نديو على الإمكانيات اللي ممكن نحصلو عليها A. إذا A هو المعامل الموجه،
إذا ممكن تكون 5 وممكن تكون ناقص 1. إذا الدوال الخطية الممكنة هي كاين جوج دوال، كاين اف غنسميها اف واحد دو اكس، ملي كتلقاها كتساوي مثلا 5 تعطينا 5 اكس، لان اف دو اكس كتساوي ا اكس، اذا ا كتساوي يعني ا تساوي 5. وكذلك كاين الدالة اف اثنان، اف اثنان دو اكس كتساوي ملي كيكون ا يساوي ناقص واحد، يعني ناقص واحد في اكس، يعني ناقص اكس. باش نجربو نستعملو مثلا هذه، اذا اف دو واحد دو اكس، اف واحد دو اكس تساوي 5 اكس. هذه غنجربو هنا، اف واحد دو اف واحد دو اكس كتساوي 5 في هاد اكس اللي هنا نعوضو اف واحد دو اكس، شنو غتساوي؟ غادي تساوي هنا 5 في هاد اف واحد دو اكس، شحال هي؟ 5 اكس، اللي غتعطيني في الاخير 5 في 5 25 اكس. هاد اف واحد اف دو واحد دو اكس عندي في التعبير ديالي شحال كتساوي؟ كتساوي 4 اف دو اكس زائد 5 اكس، يعني غتكون هي 4 اف واحد دو اكس زائد 5 اكس. غنخلي هادي كتساوي 25 اكس. هنا اف ديال 4 عفوا 4 اف دو اكس شحال هي؟ هي 5 اكس. في هاد الحالة هادي 5 اكس زائد 5 اكس، في الاخير شنو كنحصل هنا؟ 20 اكس زائد 5 اكس، 5 اكس. وهنا غنحصل كذلك على 25 اكس تساوي 25 اكس. اذا نفس الطريقة غنمشيو مثلا ال اف اثنان، اف اثنان اذا هذه هي هذه باش ما تلفوش، وهذه هي هذه. اذا هنا بنفس الطريقة عندك اف اثنان دو اكس كتساوي ناقص اكس، انا عندي هذا الربعة اف دو اكس زائد 5 اكس، غنشوف شحال كتساوي. كتساوي 4 في اف دو اكس شحال هي؟ ناقص اكس عاد زائد 5 اكس، شحال غتساوي في الاخير؟ 4 هي ناقص 4 اكس زائد 5 اكس، غتساوي في الاخير اكس. هذا منطلق، منطلق الثاني يعني غادي نمشي نحسب اف دو اف دو اكس، يعني اف اثنان دو اف، هذه اثنان عفوا، اف دو اثنان دو اكس، يعني عندي ناقص وغنعوض هذيك اف، هاد اكس نعوضها باف دو اكس، ناقص اف دو اثنان دو اكس، وهذه غنعوضها باكس، يعني هذه بوحدها هذه كتساوي ناقص اكس، كنحصل في الاخير على اكس، نحصل على نفس العدد، هو هذا يساوي هذا العدد اكس. اذا كاين جوج دوال، كاين اف واحد كتساوي 5 اكس، وكاين اف اثنان كتساوي ناقص اكس. شكرا على حسن المتابعة.